مساكم الله بالخير متابعينا. آيستال يعتبر أكبر متجر للأجهزة الذكية ومستلزماتها في البحرين. آيستال في فرع في سيتي سنتر، عندهم أكثر من 62 ماركة عالمية من مختلف منحقات الأجهزة الذكية، وأغلبها عندهم ضمان من 6 شهور إلى 2 سنين. خدمة تصليح الهواتف والأجهزة المحمولة تكون جدامكم في هالغرفة، في جو يبعث الثقة والاطمئنان في نفس الوقت حتى الأمان. أغطية الآيفون اللي عندهم مجربينها تطيح من 5 أمتار وما يصيدها أي شيء. شواحن أنكر عليها ضمان 1.5 سنة، وعندهم حتى البطاريات المتنقلة أو الباور بانك بعد من شركة أنكر. هذه السمارت بوتل في آيستايل يتم فيها المشروب حار أو بارد لمدة 24 ساعة، وفي نفس الوقت البطارية اللي فيها تتم 500 يوم. هذه السمارت بوتل منطقة طاقة مطورة، يبين لنا اللون الأزرق أن المشروب بارد. في محل آيستايل حاطين لكم الباور بانك، تقدرون تجربون تشحنون تلفوناتكم قبل ما تأخذونه. هذه الباور بانك وايد حبيتها لأن في الوايرلس شارج، وفي 5 منافذ USB، وفي تايب سي اللي هو المنفذ السادس. آيستايل هم الموزعين حق بنزر جلاس في البحرين اللي هو سكن بروتكتر، وحتى زندوق اللي هو الباور بانك، وحتى جوي حق أسلاك الشحن تبع الآيفون. آيستايل هم الوكلاء حق شركة أوتر الأمريكية، والمتميزة في إصدار الأكسسوارات المانعة لكسور الشاشة. آيستايل عندهم أكسسوارات حماية شاشة الآيباد وحتى الأكسسوارات الخاصة فيه. بطاريات أنكر طورت من التلفونات إلى شحن السيارات وإلى بطاريات تشغل لكم الثلاجة. في آيستايل عندهم حركة حلوة، تقدر تبدل تلفونك القديم إلى أي تلفون من ماركة ثانية. من الأشياء العجيبة في آيستايل هذه الشاحن، شاحن السيارة في 2 USB، وفي نفس الوقت في أبليكيشن وياه يغويك وين مباركن السيارة لو أنت مفنية تنسوين تباركن. الباور بانك عجيب، هو يشحن لكم التلفونات، تشبكه مثل ما تشبكه أي باور بانك عادي. في نفس الوقت هو يشحن لكم الماك، أنواع الماك الجديدة بالبيدي هاب مثل ما احنا نشوف. وآخر شيء هو عبارة عن هاب، يعني لو خليت مني فلاش ميموري وشبكت فيه على الماك بالبيدي هاب بيفتح وياك الفلاش ميموري من هنا.